إذا تزوج الرجل المرأة تبي منه ثلاثة أمور: قليل من الشهوة، وشيء من الحب، وكثير من الاهتمام والمسؤولية. ممكن تستغني عن الأول، ممكن، وممكن ما تحتاج إلى الثاني، لكن لن تتنازل عن الثالث أبداً: الاهتمام والمسؤولية. نعم، أكثر ما تبحث عنه كل زوجة في زوجها هو الاهتمام والمسؤولية، ولذلك يسقط الزوج من عين زوجته في ثلاث حالات. الأول، إذا لم يكن أمين عليها، أمين على صحتها، يخاف عليها من المرض، يطلب راحتها، أمين على مشاعرها، يخاف على مشاعرها لا تنجرح. إذا فقدت الزوجة هذا الجانب في زوجها سيسقط من عينها أكيد. ثانيا، إن لم يكن صادق معها، الصدق طريق النجاة دائما، ولذلك الزوج إن لم يكن صادق مع الزوجة في الأعم الأغلب لن تكون صادقة معه. الأمر الثالث الذي يخلي الزوج يسقط من عين الزوجة هو عدم الاهتمام ولا مبالاة بها. الزوجة تحب الزوج المهتم بجميع تفاصيلها، ما يصير تطلع من البيت وما تسألها وين رايحة، أو جاية إلى البيت وما تسألها من وين جاية، ما يصير لما تشوفها حزينة أو مكتئبة ما تسألها ليش أنت حزينة أو مكتئبة، لما تشوفها فرحانة ليش أنت فرحانة. هذه الأسئلة لا بعنوان التحقيق، وإنما بعنوان إشعار الزوجة بالاهتمام والمبالاة.